كرنفالات ثقافية وليال غنائية انتظمت مدن غرب كردفان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة. البداية كانت بمدينة لاغاوا والتي تعد وبحسب مراقبين المدينة الأولى التي انطلقت منها شرارة الثورة في العام 14 و2000. الثورة اللي انطلقت في لاغاوا في عام 2014 هي انطلاقة الثورة السودانية ديسمبر. نفتكر ان انطلاقة الثورة كانت من لاغاوا في عام 2014. مجتمع لاغاوا نسب سيوان كان بداية فيه شباب من لاغاوا نصبوا سيوان من مجتمعهم وكان من أجل التنمية في هذه المحلية وكانت بشعارات سلمية لا وعود ولا تمني التنمية مطلب شعبي. مشاركة الرموز الثقافية الكردفانية في احتفالات ذكرى الثورة خلقت حراكا كبيرا في مجتمعات الولاية والتي ظلت تنشد السلام والاستقرار. السودان بجميل فعلا، يعني ناس يلتقونا في بليلة، نحن الطيارة نازلة نلقى قدامنا وفود من كل المحليات، من المجلد، من بابنوسة، من الفولة، من لاغاوا. الرحلة كانت جميلة ومريحة ولطيفة، ما فيش قبلية، ما فيش عنصرية، ما فيش، نحن ما عايزين في الولاية دي صوت واحد يكون طول الوقت يقول لنا نحن الفلانين. الولاية دي فيها كل إثنيات وقبائل السودان، ولذلك نحن عايزين بس السودان ده يكون هو القضية. حكومة الولاية التي شكلت حضورا مميزا في الاحتفالات رحبت بضيوفها الكرام ودعت إلى ضرورة المحافظة على مبادئ الثورة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع. ضيوفنا الكرام بقيادة الشاعر المخضرم ابن الولاية فضيل جماع، أستاذنا الموسيقار الكبير عبد القادر سالم، الحضور الكرام، تمر الأيام سريعة ويمضي عام منذ بزوغ الثورة والتحدي يكمن في كيفية المحافظة على هذه المبادئ: حرية، سلام، والعدالة. الدين العالي بس صادق عن ذكر أجل ما هو الثورة. ومع مرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة تبقى آمال الشعب السوداني وتطلعاته في التغيير نحو الأفضل والوصول إلى حياة كريمة ملؤها الرخاء والاستقرار والنماء. سعدية أبو البشر الشروق، ولاية غرب كردفان، الفولة.